اذن نرحب بكم متابعينا مرة اخرى عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب ليحول طقس نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق الولايات المالية بتساقط الأمطار يوم الخميس الواحد وثلاثين من شهر مارس الفين واثنين وعشرين إذا حسب ما تشير إليه الخرائط ويبقى كل شيء بيد الله فقط أكثر من الاستغفار والدعاء متابعينا حيث نتوقع وحسب ما تشير إليه التوقعات والخرائط أمطار مرتقبة على تلمسان عين وشنت وهران مستغان مشلفة بازا الجزائر العاصمة بالإضافة إلى مناطق بومرداس تزيوزو بجاية جاية جيجل جي دا عنابة عن وطرف شمال قسنطينة ميلا سطيف بوجبور رجال بويرة البوليدة المدية عين الدفلة ومنطقة تخبز في تسم تسمسيلة معسكر غريزان سعيدة وسيدي بالعباس و تذن المناطق ستشهد أمطار غزيرة خلال الفترة الصباحية في الفترة المسائية إلى الليل نتوقع أيضا لأمطار جد معتبرة على كل المناطق الغربية التي ذكرناها سالفا بالإضافة إلى ولاية النعامة الأغواط والبيض والجلفة وصولا إلى ولاية المسيلة بعض الأمطار ستشمل أيضا سوق هراس بإذن الله تعالى وتبقى الأمطار تشمل السواحل الشرقية بعض الأمطار أيضا ستلتحق بشمال الصحراء والواحات كولاية بسكرة والأوراس ولاية باتنا إن شاء الله إذن غيث نافع شاء الله لكل هذه المناطق الجزائرية الحيطة والحذر من خطر لتشكل سيول وفيضانات بعض المناطق والأودية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته